تخيل انك يكون مصدر امانك هي امك، فجأة وبدون سبب بتصاب الام بلعنة. اللعنة دي بتخليها تقتلك انت واخواتك، تفضل تستمر اللعنة لفترات كبيرة. لما بنرجع لوقتنا الحالي مع واحدة من الاسر اللي عايشين حياة عادية، الام الوحيدة لطفلين ولد وبنت، كانت وظيفتها الاساسية في الشرطة، القسم الخاص بالخدمات الاجتماعية. وقت لما بتكون في الشغل تسمع بلاغ باختفاء طفلين، تكون المتهم الرئيسي فيها هي الام، اللي بيخليها تقرر انها تروح في نفسها عشان تحقق في اختفاء الطفلين. تبدأ فعلا انها تتحرك للمكان اللي موجود فيه الام، معاها صديق جوزها من قسم الشرطة. أول لما بيخبطوا عليها وتفتح الباب يبان على ملامحها القلق الشديد. لما بيبتدوا يسألوها على الطفلين بلغهم إنهم كويسين ومش محتاجين أي مساعدة، وبتقفل في وشهم الباب. ترجع أنا تخبط عليها مرة تانية وتطلب منها إنها عايزة تشوف الطفلين بنفسها. وافقت إنها تدخل بس بشرط إن محدش يخش معاها تاني. ابتدت أنا فعلا تمنع الشرطي إن يخش معاها. أول لما بتدخل أنا البيت لاحظ إن في البيت موجود كمية كبيرة من الشموع المولعة. لما بترجع وتسأل على الطفلين بتمسك المفتاح اللي موجود في رقبتها، اللي خلى أنا تحس بالقلق اول لما بتسمع صوت الطفلين وهما بيعيطوا. بسرعه بتبدا تدور في الشقه على الطفلين، لغايه لما بتسمع صوت جاي من الدولاب اللي موجود في واحده من الاوض اللي موجوده. ولما بتقرب منه بتلاحظ الرسمه الغريبه اللي موجوده عليه، تاخد بالها ان الدولاب عليه قفل. بس في الوقت ده بتوصل باتريشيا ام الولاد، تطلب من انا انها تبعد عن الدولاب. ولما بترفض بتهجم عليها، بتلاحظ انا ان في مفتاح موجود في رقبتها، كون كمان بتحاول انها تقتلها. بس بيسمع صراخهم الشرطي اللي موجود بره، بيدخل عليهم وبيحاول يمنع باتريشيا قبل ما تقتل انا. كانت الكلمه الاخيره اللي قالتها لها قبل ما تمشي ما تفتحش الباب لعيالها قبل ما تعدي ليله واحده. من الواضح ان انا ما بتهتمش بكلامها، تكون خدت المفتاح اللي موجود في رقبتها وبتفتح الدولاب. ولما بتفتحه بتلاقي الطفلين ولادها. ولما بيشوفوها بيطلبوا منها طلب غريب، هي انها تقفل الباب مره تانية لانها بالشكل ده هتاذيهم. بتهتمش انا للمره التانية بكلامهم وبتخرجهم، تنقلهم بسرعه لمكان خاص عشان يهتم بيهم. لما بتبدا انها تكشف على ايديهم تلاحظ فيها عدد كبير من الجروح والكدمات. ما بتسالهم على اللي عمل كده، بيحددوا الاسم بس بيقولوا لها انها هي اللي عملته. طبعا انا بتيجي في بالها على طول ان امهم باتريشيا هي اللي عملت كده. لما بتبدا تواجه الطفلين بيقولوا لها لا مش هي اللي عملت كده، ده اللي خلاها تفتكر انهم بيقولوا كده عشان خايفين من امهم. وعدهم انا انهم هيبقوا في امان المكان اللي هم فيه، وبيفاجئوها وبيقولوا لها انهم مش هيبقوا في امان بعد اللي هي عملته. لما بيجي الليل وبيكون الطفلين موجودين في مركز الرعايه ونايمين، بيبدا واحد من الطفلين انه يقوم على صوت غريب. الصوت ده كان جاي من ورا الباب. ولما بيرجع يبص على سرير اخوه ما بيلاقوش في السرير، بس بيلاقيه واقف عند مدخل الاوضه. لما بيحاول ينده ومش بيرد عليه، بيسيبه ويمشي. وابتدى اخوه كمان يجري وراه لغايه لما بلاقيه وصل للممر. بيلاحظ ان اخوه واقف بشكل غريب، كمان ابتدى انه يشاور ليه على المرايه اللي كانت موجوده في الطرقه واللي موجوده وراه. اول لما بيبص عليها بيلاقي فجاه كيان غريب ظهر قدامه. تصحى بعدها انا على تليفون في نص الليل، يبلغوها فيه ان الولدين لقوهم مقتولين في وسط النهر. ده اللي بيخليها تنزل من البيت وتتحرك بسرعه لمكان الحادث. كانت واخده معاها ولادها الاثنين لمكان الحادث. لما بتنزل وبتروح للطفلين اللي ماتوا تقابل هناك باتريشيا امهم. تبدا انها تلوم انا انها هي اللي قتلتهم بسبب انها منعتها انها توقف الكيان الشرير اللي قتله. لما بتبدا انا تسال على الكيان الشرير ده مين، ردت عليها بصوت واطي لا يرونا. في نفس الوقت لما بيكون ولاد انا موجودين في العربيه، قرر كريس انه ينزل من العربيه يتحرك للمكان الحادث اللي موجود فيها امه. بيبدا انه يراقب الموقف من بعيد وبيشوف ان في جثتين مرميين على الارض. ساعتها بيسمع صوت وهواء غريب جاي من وراه. اول لما بيبدا انه يبص وراه بيتفاجئ بوجود كيان غريب موجود هناك. اول لما بيشوفه بيبدا الكيان ده انه يتحرك بسرعه ناحيته، بيظهر من العدم وبيبدا انه يمسك ايديه كمان، اللي بيخلي كريس يجري بسرعه ويهرب ويرجع تاني للعربيه. حاول وقتها يقفل ازاز العربيه كلها، انه لاحظ ان الكيان ده واقف بره وبيحاول يخش ويقتله هو واخته. كان كمان بيحاول يفتح ازاز العربيه باي شكل، بس كريس بيمنعه وبيجري على الاخرى وبيرجع يقفلها، لغايه لما بتفاجئهم امهم انا وبترجع العربيه وبتفتح الباب. تبدا تطمنهم انهم كويسين. بنلاحظ بعدها ان في علامه ظهرت في ايد كريس بعد لما ليرونا مسكته من ايديه، بس كريس كان بيحاول يخبيها. ده اللي بيخلي انا تاني يوم تتحرك لكاهن موجود وعارفاه، بتساله لو كان يعرف اي حاجه عن لعنه ليرونا. بيسرح الكاهن اول لما بيسمع الاسم، يقول لها انه ما سمعش الاسم ده من ايام لما كان صغير. ابتدى بعدها انه يحكي لها قصته، انها كانت موجوده في المكسيك، كان جمالها ملفت للغايه، لها مزارع بسيط واتجوزها، خلفت منه طفلين. بس بعد فتره بتكتشف خيانه جوزها، حبت انها تنتقم منه فبتقتل ابنها، اللي خلاها تحس بالذنب بعدها وخلاها تقتل نفسها. من وقتها ابتدت لعنه انها تظهر في المكان اسم لعنه ليرونا، اللي كانت بتهتم بانها تدور على الاطفال عشان يكونوا مكان ولادها. في نفس الوقت بتكون سام بنتها موجوده في الجنينه بره، بتظهر فجاه قدامها ليرونا، بس بتظهر وبتختفي فجاه. بعدها بيظهر في المكان كميه هواء غريب لدرجه ان الشمسيه اللي كانت ماسكاها بتطير. لما بتقرب من البسين عشان تاخدها مره تانيه بيظهر ليها الشبح ليرونا مره تانيه، وكمان بيمسكها من ايديها. بيظهر على ايديها نفس العلامات اللي موجوده على ايد اخوها كريس، كمان هي اللي كانت موجوده على ايد الطفلين اللي ماتوا. لما بتشوفها انا وتسالها عليها تقول لها سام انها وقعت واتخبطت. ولما بيجي الليل بنلاقي
ان في شخص غريب موجود في بيت باتريشيا، بيبدأ انه يدور على حاجة معينة موجودة في البيت. لما بيقرب من الدولاب اللي كان موجود فيه الطفلين، لاحظ ان الترابيزة اللي جنبه موجود عليها مادة سمراء. ابتدى ساعتها انه ياخد من المادة دي ويحطها في ازازة كانت موجودة معاه. في نفس الوقت بتكون انا في البيت وبتراجع الصور بتاعت حادثة الطفلين، من ضمن الصور صورة الجرح اللي موجود على ايد الاطفال. بس ساعتها بتسمع صوت جاي من بره الاوضة، تفضل ساعتها تتحرك ورا الصوت لغاية لما بتوصل لباب أوضة ولادها وبتلاحظ انه مفتوح. لما بتبص وراها بتلاقي ابنها كريس واقف عند مدخل البيت. لما بتروح له وبتحاول انها تكلمه بتلاحظ انه نايم ومش في وعيه. ساعتها بتيجي كمية هواء غريبة برا البيت لدرجة انها بتفتح الباب بقوة غريبة جدا، ده اللي بيخلي انا تقلق وبتتحرك من ناحية الباب مرة تانية وبتقفله. لما بترجع انا لأوضتها مرة تانية تلاقي ان كل الورق والصور اللي كانت بتتفرج عليها موجودين على الارض، ده اللي بيخليها تفتكر ان في حد غريب موجود في البيت. فجأة بيجي نظرها على باب الأوضة بتاع بنتها، تلاحظ ان باب الاوضة بيقفل ببطء. بس فجأة بيظهر في المراية اللي موجودة على الباب الشبح ليرونا. لما بتحاول انا تتحرك عشان تنقذ بنتها بيتقفل باب الاوضة اللي موجودة فيه، بتجري بعدها عشان تلاقي اي حاجة تقدر تدافع بيها عن نفسها. لما بترجع للباب مرة تانية بتتفاجئ بالشبح ليرونا واقف قدامها اللي بيخليها تجهز نفسها عشان تضربها. بس فجأة بترجع تختفي وبيظهر ولادها من ورا الباب. من وقتها ما بتقدرش انا انها تنام اليوم ده، تقضي طول الليل وهي قاعدة قدام السرير اللي نايم عليها ولادها. بتتحرك بعدها على طول للسجن اللي موجود فيه باتريشيا، وبتفاجئها اول لما بتقول لها ان ليرونا هتنتقم من ولادها زي ما انتقمت من ولادي، كمان باتريشيا هي اللي طلبت منها انها تقتل ولادها، ده لان انا السبب الاساسي في موت ولادها. وقتها بتكون انا سايبه ولادها في البيت. لما بيكون كريس موجود لوحده في الاوضه تظهر لي ليرونا مره تانية وبتحاول انها تقتله وتقضي عليه. بيحاول كريس انه يهرب منها ويتحرك ناحية السلم، بس بترجع تظهر له مرة تانية وتهجم عليه وتوقعه من فوق السلم. في نفس الوقت بتشوف اخته وبيقع على السلم، بس ساعتها بتكون انا وصلت البيت وبتاخد بالها من ابنها، بتنقله على طول للمستشفى. ولما بيشوف الدكتور بياخد باله من الكدمات اللي موجودة على ايديه، ده اللي بيخليه يشك ان انا هي السبب واللي عملت كده. وبعد لما بيرجعوا على البيت على طول لاحظ انا ان في فريق من الشرطة جاي البيت عشان يحقق معاه. بدأوا كمان انهم يسألوا ولادها وكانت امهم هي السبب في الجروح اللي موجودة على ايديهم ولا لا. طبعا الاتنين بيقولوا لهم ان امهم مش هي السبب اللي عملت كده. بعد لما بيمشوا بترجع انا تسال كريس كل اللي بيحصل لهم بالظبط. في نفس الوقت بتكون سام موجوده في الحمام، بس للاسف بتظهر ليها لورونا، بتبدا كمان انها تمسكها من شعرها. ساعتها بتفتكر سام ان امها دخلت وهي اللي بتعمل كده. وقتها بيبدا كريس يحكي لامه كل اللي حصل، ان ليرونا عايزه تاخدهم مكان ولادها. في نفس الوقت بتكون ليرونا لسه موجوده مع سام وبتحاول تغرقها. لما بتبدا انها تصرخ بتسمعها انا، واقصى سرعه بتبدا انها تتحرك للحمام وبتحاول تفتح الباب اللي كان مقفول. بيرجع الباب يفتح مره تانية ترجع تنقذ بنتها قبل ما تغرق. بتبدا سام انها تهرب من امها، ده لان ليرونا لسه موجوده في الحمام. اول لما ببص انا وراها بتتفاجئ ان ليرونا واقفه كمان بتمسكها من ايديها. تجري انا بره الحمام وبتحاول تحبسها جوه. لما بتشوف ايديها بتلاقي ظهرت على ايديها جروح، بتروح توريها للكاهن مره تانيه عشان يحاول يوصلها الحل يقضي بيها اللعنه. بيبدا انه يوصف ليها طبيب عنده خبره بالحالات دي ممكن يقدر يوصل لحل ليها. فعلا بتبدا انا تاخد ولادها وبتروح للطبيب ده. اول لما بيشوف العلامه في ايد ولادها بيرفض انه يساعدها، ده اللي خلى انا ترجع تترجاها عشان يوافق سبب ولادها اللي كانوا معاها. بدا بعدها انه يجهز شويه ادوات ومعدات مواد غريبه موجوده في المكان عشان من خلالها يقدر يقضي بيها على اللعنه. لما بتقول له انا عن فكره انهم يسيبوا البيت ويمشوا، بس بيقول لها ان اللعنه مرتبطه بيكوا انتوا مش بالبيت. لما بيوصل الطبيب رافائيل للبيت بيقول لهم انهم لازم يستخدموا البيت في مسح مداخل الابواب. بعد لما بينفذوا كلامه يبدا بعدها انه يكسر البيت اللي مسحوا بيه مداخل الابواب، يخرج منه ماده غريبه ولونها اسمر. كمان ابتدى باقي البيت انه يتحرك بطريقه غريبه لغايه لما اتكسر في النهايه. من ضمن المواد اللي مع رافائيل موع ليرونا اللي قدر ياخدها من بيت باتريشيا، دلوقتي يقدر يستخدمها عشان يدافع بيها عن نفسه ضد ليرونا. اول لما بيجي الليل بيبدا النور اللي في البيت كله يقطع اللي بيخليهم يعرفوا ان ليرونا موجوده في المكان. بتبدا انا بعدها انها تقعد هي وولادها وسط دايره موجوده في البيت واللي كان كلها شموع مولعه. بيجي بعدها هوا بقوه غريبه جدا بيخلي كل الشموع اللي حواليهم انها تتقفل. يسمعوا بعدها صوت خطوات بتتحرك من الدور اللي فوق ونازله على السلم. بس فجاه وهم مركزين في النور اللي قدامهم يسمعوا صوت جاي من فوقهم، واول لما بيبصوا بيلاقوها ليرونا تسحب منها ولادها الاثنين، بترمي انا بعيد بقوه كبيره جدا. بيبدا بعدها سام وكريس يطلبوا من رافائيل انهم يساعدهم، بس رافائيل ما بيسمعش كلامهم ويبدا انه يبعد عنهم لغايه لما بيختفي. ترجع ليرونا تسحب كريس من رجليه، تحاول انا انها تنقذه وتجري وراه، بس رافائيل بيمسكه في اخر لحظه قبل ما يخرج من البيت. يستخدم بعدها الدموع اللي موجوده معاه في الازازه وبيحدفها على ليرونا، ده كان السبب انه يزقها بره البيت. ابتدى بعدها يرش على مداخل الابواب ورق شجره النار المطحون، ده اللي هيمنحها انها تدخل البيت مره تانية. ومن محاولاتها الكتير انها تخش من كذا باب في البيت بس بيمنعوها. نفس الوقت بتكون بنتها سام بعيدة عنها وموجودة لوحدها.
تاخد بالها ان العروسة بتاعتها موجودة برا البيت، ده اللي بيخليها تفتح الباب وتخرج ايديها برا البيت عشان توصل للعروسة. اول لما بتوصل لها تبدأ انها تسحبها وتقطع الخط اللي كان موجود عند الباب، ده اللي بيخلي لرونا ترجع تسحبها برا البيت. لما بتسمع انا صرختها بتجري عليها جايت لما بتقدر توصل لها انها موجودة في البسين. لما بتنزل ليه عشان تنقذها تلاحظ ان لرونا ماسكاها ومش عايزة تطلعها، ده اللي خلى رافائيل اللي ينزل عند المية يرش مادة غريبة في البسين يلمس المية بايديه ويبدأ انه يحصنها. تنجح انا بعدها انها تخرج هي وبنتها، بس بتكون نجحت انها تاخد السلسله اللي موجوده في رقبه ليرونا. بعد لما بيرجعوا للبيت مره تانية يلاحظوا ان سام بتتحرك من غير اراده، ده بسبب ان ليرونا قدرت تسيطر على عقلها، مش هترجع سليمه مره تانية غير لما ليرونا تموت. ده اللي بيخلي رافائيل يطلب من انا انها تدخلهم جوه دولاب وتقفل عليهم بالمفتاح. بعد لما تنفذ كلامه وبيخرجوا للصاله ترجع تسمع صوت ولادها مره تانية وهم بيصرخوا. اول لما بتوصل لهم بتلاقي ان باتريشيا اللي بتحاول تخرج ولادها بره البيت، كمان بتمسح التراب اللي موجود عند مدخل البيت اللي كان مانع ليرونا انها تخش. ترجع ليرونا انها تدخل البيت مره تانيه وبتبدا انها تهاجم انا، بتحاول بعدها انها توصل للطفلين باي طريقه لغايه لما بتحاصرهم في السطح، ولما بتقرب منهم بيطلع لها كريس السلسله بتاعتها، ولما بيوريها لها بتتحول لطبيعتها الحقيقيه اللي كانت عليها وبتفتكرهم انهم ولادها، بس للاسف كان موجود جنبهم مرايه. اول لما بتبص عليها بتشوف شكلها وبتبدا تفتكر طبيعتها، بتبدأ انها تتحول مرة تانية. بيحاول بعدها رافائيل وانا انهم يحاصروها، انهم يطردوها برا البيت، بس بتكون قوية بدرجة كبيرة. لما بتحاول تقرب من انا عشان تقتلها بتاخد انا الصليب اللي موجود على الارض وبتضربه في قلبها، وده اللي بيخليها تقدر انها تقضي على لعنة ليرونا اللي كانت مسيطرة على العيلة بتاعتها. وبس كده يا سيدي، دمتم في امان الله. كل اللي وصل للاخر انتوا احلى واجدع ناس.